السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة المعرفة. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الاسماء الجميلة. معنى اسم ليان: اسم مؤنث عربي أصيل، يتسم بأنه خفيف وسهل النطق، وهو اسم ناعم كالرحيق العابر صباحا من ورود الربيع، ويتميز بأنه خفيف على اللسان، وينتشر بين المواليد الإناث، ومعناه يأتي من اللين واللطافة، وقيل إنه النسيم العابر الهادي والمريح والبسيط الناعم. حكم التسمية باسم ليان في الإسلام: اسم ليان هو اسم صفة، لذلك لا يوجد في القرآن أو السنة النبوية الشريفة ما يحرمه نهائيا، بل لعله يحمل صفات صاحبته من الرقة والعذوبة والانسيابية والجمال الساحر. لذلك يمكنكم تسمية فتياتكم بهذا الاسم دون قلق أو رهبة من احتمال حرمانيته. صفات شخصية اسم ليان: فتاة رقيقة، ناعمة وخجولة، رومانسية الملامح، تعشق المرح والفكاهة وخفة الظل، تتميز باللطف وحب الناس وتكره الأنانية، تتمتع بالخصوصية واستقلال الشخصية. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم ليان؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.